لسه مع اخبار نادي الزمالك. بتتحرك دلوقتي اداره نادي الزمالك بشكل مكثف لحسم ملف الصفقات الجديده والمعارين كمان خلال الفتره الحاليه قبل الدخول في الموسم الجديد، خاصه مع الارتباطات طبعا الكبيره في دوري ابطال افريقيا وخوض السوبر المصري امام النادي الاهلي وبدايه الدوري الجديد. حسمت الاداره البيضاء مصير المعارين بعد الرجوع اكيد الى الجهاز الفني. ليه الكلمه الاولى اكيد هي البرتغالي جوزوالدو فيريرا مدير فني نادي الزمالك، وتمت الموافقة على بيع خلاص مروان حمدي إلى المصري البورسعيدي بعد انتهاء إعارته، كان معار طبعا نادي السموحة، وكذلك إعارة حمدي علاء ده تم إعارته إلى البنك الأهلي من نادي الزمالك بعد انتهاء إعارته في سموحة أيضا، وبرضه الموافقة على تمديد إعارة أسامة فيصل ده النادي الزمالك قرره في البنك الأهلي هيجدد له الإعارة لمدة موسمين إلى البنك الأهلي. كمان تم بيع زي ما عارفين إسلام جابر للبنك الأهلي بشكل نهائي، وكان فيريرا كمان حسم موقف الثلاثي حازم إمام وعمر السعيد وأيمن إفني إن هو مش محتاج لهم ومش محتاج لاستمرارهم لأسباب كانت مختلفة، وتم توجيه الشكر لهذا الثلاثي بعد انتهاء العقود. لكن لسه بعض اللاعبين يعني الشباب اللي تلقوا عروض سواء الإعارة أو البيع النهائي لسه ما تحسمش موقفهم مع نادي الزمالك في الفريق، برضو يعني محمود علاء في كلام عليه وأوباما موقفهم لسه يعني مش واضح لغاية دلوقتي من الاستمرار مع الفريق الأبيض أو الرحيل، هيتم بقى حسمه بالإضافة كمان للصفقات الجديدة اللي هينينا نادي الزمالك في الساعات القادمة. في أكتر من اسم مركز عليه نادي الزمالك لإنهاء التعاقد معاه، هيكون في تدعيمات قوية جدا لنادي الزمالك، ونسمع عن صفقات في غضون أيام قليلة أو ساعات حتى، ممكن نسمع عن أكتر من اسم هيدعمه تيم نادي الزمالك بشكل قوي جدا الفترة المقبل.